صباح الخير لجميع متابعينا في المملكة العربية السعودية، نرحب بكم في هذه النشرة الجوية التي سنستعرض فيها تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة في عموم مناطق المملكة لنهار اليوم. نبدأ بالتوقعات الجوية للعاصمة الرياض، حيث تسود أجواء غالبا صافية مع 42 درجة مئوية، الملموسة 38 درجة مئوية، الرطوبة منخفضة والرياح تكون معتدلة السرعة. تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لباقي مناطق المملكة نبدأها من تبوك، طقس صافي 38 إلى 25 درجة مئوية، نفس الحرارة والأجواء في عرعر. أما سكاكة تسجل 38 إلى 27 درجة مئوية مع طقس صافي. نذهب الآن للمنطقة الغربية، المدينة المنورة 42 إلى 31 درجة مئوية، جدة 36 إلى 31 درجة مئوية، مكة المكرمة 45 إلى 32 درجة مئوية، أما الطائف تخاطر رعدي من الأمطار 33 إلى 25 درجة مئوية. المنطقة الجنوبية الغربية أيضا تتأثر بحواجز جوية غير مستقرة، زخات رعدية من الأمطار في أبها مع 30 إلى 20 درجة مئوية، الباحة 31 إلى 20 درجة مئوية، أما جازان 37 إلى 30 درجة مئوية. المنطقة الشرقية الدمام 39 إلى 28 درجة مئوية، حفر الباطن 40 إلى 28 درجة مئوية، أما الإحساء أتربة مثارة مع 44 إلى 28. المنطقة الوسطى نبدأ بالعاصمة الرياض 42 إلى 26 درجة مئوية مع تفرق لبعض الغيوم، بريدة 40 إلى 28 وحائل 37 إلى 28 درجة مئوية. إلى هنا تنتهي نشرتنا، للقاء.